اليوم انطلقنا في إنجاز مشاريع عديدة في قطاع التربية، وهذا من أجل تخفيف الاكتظاظ على مستوى المؤسسات التعليمية. اليوم انطلقنا في 3 مدارس ابتدائية وكذلك متوسطتين وثانوية على مستوى بعض الأحياء السكنية، لا سيما الأقطاب العمرانية، الرتبة، ماسينيسا، علي منجلي. بالإضافة أنه لاحظتوا معنا باللي فيه كذلك مشاريع أشغال عمومية، اللي وضعنا اليوم حيز الخدمة طريق يربط بين الطريق البلدي، الطريق الولاية رقم 2 والطريق الوطني رقم 27.